القوات العراقية تواصل استعداداتها لمعركة تحرير الموصل، والتوتر بين أنقرة وبغداد مستمر. تتواصل الاستعدادات العراقية لمعركة تحرير الموصل من قبضة داعش بانتظار إعلان ساعة الصفر لانطلاق العملية. وفي هذا الإطار دفعت القوات العراقية بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى محيط مدينة الموصل، إذ بدأت بنقل عشرات الدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة من خازر باتجاه الضواحي الشرقية للمدينة، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من 60,000 مقاتل في عملية استعادة المدينة. تم يعني اعداد كامل من قبل الجنود الذي يدربوا تدريبا كاملا، وايضا في نفس الوقت العده والعديد من هذه القوات قد اكتملت وانيطت يعني النشاطات الى الجهات المعنيه في اداره عمليه الموصل، كذلك قسمت المهمات. من ناحيته أعلن الحشد الشعبي أن قواته أنهت عمليات الاستطلاع للمحاور القتالية الخاصة بمعركة تحرير الموصل، وتوقعت مصادر أن تكون الاستعدادات الميدانية هي الأكبر في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، في وقت توقع فيه مسؤولون عراقيون أن يبدأ هجوم بري واسع النطاق هذا الشهر بدعم من سلاح الجو الأمريكي، إضافة إلى القوات الكردية والحشد الشعبي. الاستراتيجية التي سوف تتبعها القوات المشتركة في هذه المعركة هي استراتيجية الصدمة والترويع لكسر إرادة القتال لدى إرهابي داعش، وهذه الاستراتيجية تتحقق بالكثافة النارية والكثرة العددية وفتح جبهات عديدة في آن واحد، ومن ثم الهجوم الرئيسي من محورين أو ثلاث محاور. وفي خضم الاستعدادات لمعركة التحرير يتواصل التراشق الكلامي بين أنقرة وبغداد حول الوجود العسكري التركي في العراق. وفي هذا الإطار واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومه على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، معتبرا أن العراق لا يمكنه بمفرده طرد داعش من الموصل، وأن وجود القوات التركية في معسكر قريب ضمان ضد أي هجمات على تركيا. تركيا لا تنوي سحب قواتها المتواجدة في معسكر بعشيق العراقية قبل أن تنتهي أزمة مدينة الموصل ويتم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. تركيا ستشارك في عملية تحرير الموصل رغم معارضة الحكومة المركزية في بغداد. من جانبه أكد العبادي أن بغداد لن تسمح بمشاركة قوات تركية في معركة الموصل. الذي يقاتل على الأرض هو فقط العراقيين، ولن نسمح للقوات التركية أن تشارك في عمليات تحرير الموصل بأي شكل من الأشكال. هم لم يشاركوا لا في التخطيط ولن يشتركوا في التنفيذ ولا في العمليات العسكرية، هذا قرار عراقي بحت. اللي يدعون خلي يدعون كيفهم. يذكر أن العلاقات التركية العراقية كانت توترت على خلفية قرار البرلمان التركي بتمديد تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية عاما إضافيا، وهو ما رفضه العراق واعتبره قوة احتلال.